أعمل شي مشان شالو؟ هاشي عدمني إياه، خلى حياتي تصير صعبة كتير. أي! ها؟ شو ما بتخجل؟ تمسك مرة من إيدها هيك؟ لكن كسرت لي إيدي. إيه حاجة بقى حكي بلا طعمة. بدي منك توصلي هالرسالة لساندرا وبسرعة. شوفي بهالرسالة؟ أنا كاتب لها كل الكلام اللي رايدة تقراه. رح تفرح وتنبسط كتير بعد قرايتها، ورح يحمر خدودها وتحس حالها محبوبة كتير. رح تهز راسها وكأنه مو مصدقة، بس رح تستسلم بالنهاية وتتأكد إني بحبها وبموت فيها كمان. على مين عم تتقل حالها؟ حاططها بجيبتي. البنات ما بيقدروا يقاوموا سحر هارش، وهي رح توقع بشباكي أكيد. يلا شوفي شغلك أنتي. هي واقعة بحبك من قبل. اسمع منيح، شو ما بدك تعمل تصرف، بس فكر بتروي. خبرتك كيف رح توقع ساندرا بشباكك، وما ضل غير إنك تنفذ. فكر منيح كيف رح تصير صهر لهالعيلة. معك حق يا خالي، حاسس حالي رح نزل طاقيتي وانحني قدامك احتراماً لعقلك اللي خطط لهالقصص. كتير منيح. بهالضربة بصيب عصفورين بحجر. أنا رح صير غني والعصفورة فدية. ها؟ اسمعني لكان، انت هلأ بلش تعمل شغلك بإيديك، وأنا مشغولة بكتير شغلات مهمة. لأمتى رح ضل فكر عنك وخبرك شو بدك تتصرف؟ يا خالي، إذا بتعملي شوية رياضة وبتحركي دمك وبتنحفي، قصدي رح تصير صحتك منيحة وتتنشطي أكتر. اسمعيني لقلك، إذا ساعدتيني وقدرت أنا صير صهرة لهي العيلة، اتأكدي إني رح ردلك معروفك ورح ساعدك، وما رح خليكي تحتاجي شي من هاي العيلة وأنا موجود. الطابة بملعبك. بس معه حق، أنا ساعدت هالفاشل من فترة طويلة لهلأ، وأكيد هو رح يجي يوم يساعدني كمان. رح يوقف جنبي لقلع فدية من هالبيت. هاي أنا قربت لأوصل لهدفي، يعني أنا صرت بأقرب مكان على هدفي، يعني حلم حياتي ما له مطول ليصير. مين اللي حاطط هالوردة هون؟ يا مدام، الست فدية كانت هون ليلة مبارح، وصلت كمان مشان السيد ساهر، وحطت هالورد قبل ما تروح. فدية؟ لا لا مدام، أنا ما سمحت لها تفوت لهون، ضلت قاعدة ورا الباب طول الليل. بس لما سألتني إذا بتقدر تجي الصبح ما قدرت إلا لا أبداً. أنا آسفة مدام. طيب، بس من هون ورايح التزمي بطلبات. أكيد. ولا تتركي فدية مع ساهر لحاله. ماشي. هل أجدب شو شايفني ساعي بريد لحتى أوصل لها الرسالة لإيدها؟ رح حطها تحت الباب. أول شي بتشكرك لأنه سمعتي صوت قلبي ساندرا. لساتني مو مصدق لحد هلأ إنك سمعتي كلام واحد كذاب مثلي، بس أنا متأكد كتير إنه قلبك بدق من شاني. وهلأ بدي أقول لك شغلة واحدة بس، ولازم تحسي منيح بهالكلام اللي عم قلك يا. أنا بحبك كتير يا ساندرا.
غمضي عيونك هلا، اسمعي ضربات قلبك شو عم تقول. هارش. أنا ما عم أفهم شي. فدية قالت إنه بدها تروح أول ما ساهر يتعافى ويتحسن، بس شو رح تستفيد من هاي التمثيلية؟